بسم الله الرحمن الرحيم. اظلم كما شئت، اظلم كما شئت، لست أرجوك مرحمة، إنا لله يوم الحق نحتكم. تحية معطرة بدماء الشهداء التي تسيل في الضفة الغربية وهي تقود ملاحم البطولة والفداء في جنين وترمسعية ونابلس وعريف وكل شبر على هذه الأرض المباركة الثائرة التي تؤكد بمداد الدم أن شعبنا الفلسطيني الأبي عصي على الكسر، وفي الوقت الذي تقدم فيه مخيمات الصمود التطور النوعي وتغيير قواعد الاشتباك مع العدو عند كل اقتحام بتطورهم اللافت رغم فارق الإمكانيات، والذي يتطلب منا أن نشد على أياديهم. يؤسفنا اليوم أن نطل عليكم في خبر تمديد اعتقال زميلنا ورفيقنا الطالب في جامعة القدس رفيق قبج من قبل الأجهزة الأمنية، الذي يتعارض مع كل مبادئ شعبنا الواقع تحت الاحتلال، وعليه نعلن ما يلي. أولا، نرفض ونستنكر بشدة للاعتقالات السياسية في الضفة وغزة التي طالت بعض الأسرى والمحررين والطلبة الجامعيين، ونطالب الأجهزة الأمنية وكل المسؤولين بالإفراج العاجل عن المعتقلين في كل أنحاء الوطن الفلسطيني. وكما قالها شهيدنا نزار بنات، تأخير العدالة هي إنكار العدالة. ثانيا، نطالب إدارة الجامعة بإعلان موقف واضح ضد ممارسات أجهزة أمن السلطة وتنكيلها بالطلبة وتعطيل حياتهم الدراسية. كما نطالبها بالتحرك القانوني والحقوقي وممارسة كل ضغط ممكن للإفراج عن الزميل الأخ رفيق قبج وتوفير الحماية له. نقولها بصريح العبارة، إننا في الأطر الطلابية في جامعة القدس لن نسمح أبدا لأجهزة أمن السلطة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فزمن القسمة والتفرقة قد ولى، والكلمة اليوم للوحدة الوطنية تحت ظل غرفة العمليات المشتركة في كل فلسطين. فقمعكم وعدوانكم وإجرامكم لن يفرق وحدتنا، ومسيرة عملنا الوطني والنقابي مستمرة في جامعة العاصمة رغم كل التحديات. وعليه إننا في الأطر الطلابية نعلن بدء خطواتنا التصعيدية داخل حرم الجامعة بدءا من اليوم حتى الإفراج عن زميلنا رفيق قبج. ختاما، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بوحدة المقاومين من كل فصائل أبناء شعبنا من شهداء وجرحى. لن تذهب هدرا، وستبقى الضفة المحتلة خزانا للثورة ومدادا للانتفاضة المستمرة. وليعلم العدو أن صاحب الحق لا يهزم مهما زادت الجرائم وبلغت التضحيات، وأن القدس والأقصى يستحقان المهر الغالي والنفيس. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوانكم ورفاقكم في الكتلة الإسلامية وجبهة العمل الطلابية التقدمية وفي حركة الشبيبة الطلابية وفي المبادرة الوطنية. احنا بنشوف هناك توافق كامل بين جميع الأطر الطلابية في رفض الاعتقال السياسي من خلال حضور جميع ممثلي الأطر في هاي الوقفة. السؤال هو، ما هو موقف الجامعة بخصوص الاعتقال السياسي لأحد طلبته؟ تواصلنا بدورنا في الكتلة الإسلامية مع الجامعة، أخبرتنا بأن هناك تحرك فعلي من قبلها على أرض الواقع للإفراج عن الأخ المريض بمرض في ضعف عضلة القلب رفيق قبج، لكن نطالب الجامعة بالوقفة الجادة والإعلان الرسمي ووضع الحد لهذه السياسة، سياسة الاعتقال السياسي، ليس الكف فقط بإخلاء الأسير بعد أسره. شكرا.